حياتك أسهل مع فيصل خالد. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أيامكم وليليكم بكل خير. يعني أحببنا أن نبدأ بهذا النموذج، وزي ما هو ملاحظ يعني كلمات بذيئة وأيضا دلالات تتعلق بالعلاقات، وهذا ناتج من نواتج العلاقات المحرمة والشاذة يصدر عنه مثل هذه الأمور، وقاد هذا السلوك إلى سلوك سلبي آخر وأتلف سور المدرسة بالكامل من الأربع جهات. منطقة الراحة هي حالة ينسجم فيها الشخص مع واقعه ومع أخطائه، يكون مرتاح، ما يبغى يغير، ما يبغى يطور، ويقول خلك على مجنونك لا يجيك أجمل. هذا هو الشخص التقليدي صاحب العادات ذات الاستمرارية الدائمة. تقول له هذا اللي تسويه راح يضرك، راح يورطك، راح يخسرك، يقول عادي، هذه حياتي، أنا مرتاح كذا. الأطفال هذول صغار يدخنون ويتعاطون شيء بطريقة غريبة، يعني طريقة تشبه المخدرات، عبارة عن قارورة وفيها شيء يشبه السيجارة مع موية وشيء يشبه الأرجيلة يعني. فعموما هذا ناتج من نواتج الإهمال، إهمال الأبناء، والنتيجة يتعاطون، وهذا قدامي بعد. هذا لقاء نادر، أنا التقيت بشخص عزيز علي حقيقة، أحد أسباب نجاحي بعد الله عز وجل. من قرابة 17 سنة الأستاذ نبيل الملة كان مديري في قسم الإعلام في هيئة الإغاثة، وأنا هذا الرجل ممتن وشاكر له، وراح أعلمكم في السناب الثانية إيش سبب نجاحي وياه. الله يبارك فيك. هو الذي اقترح علي أن أتعلم التصميم من 17 أو 18 سنة، وبعدها افتتحت مركز في صد إعلامي. في ذاك الوقت أنا كنت قبلها مسؤول التقارير في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية قديما، بعدين صرت مسؤول في الإعلام، فكنت المسؤول عن استقبال أخبار البوسنة والهرسك وكوسوفو، وأيضا قضية كشمير وصياغة تقاريرها. الربح في قلب المخاطرة، كلما زادت المخاطرة كلما زاد الربح، وكلما قلت قل. لا يمكن المستثمر أن يبحث عن الاستثمارات الآمنة وعن ربح عالي، هذا ما يصير. فهناك استثمارات عالية الخطورة، متوسطة الخطورة، ومتدنية الخطورة. المنعدم شبه منعدم، والشخص اللي يعني يخاف من الخطورة جيد أن لا يستثمر، أن لا يدخل في التجارة، أن لا يقترب منها ويكتفي بالراتب.